دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه النهاردة هتواصل وزارة الثقافة مشاركتها في فعاليات الدورة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي اللي بتستضيفه مصر بمشاركة 174 دولة، وبتشهد قلعة صلاح الدين حفل فني كبير بتنظمه الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة لضيوف المنتدى الحضري، وبيشارك فيه فرقة النيل وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة لعرض موسيقي وغنائي كبير بيتضمن فقرات لمركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية. النهاردة هتحتفي وزارة الثقافة بعيد الكاريكاتير المصري الرابع في متحف محمود مختار بقاعتي نهضة مصر وإيزيس. بيقام الافتتاح في تمام السادسة مساءً بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين وأعضاء الجمعية المصرية للكاريكاتير ومحبي هذا الفن. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري. هيلتقي غزل المحلة مع طلائع الجيش في تمام الخامسة مساءً. في نفس التوقيت هيلتقي الاتحاد السكندري مع حرس الحدود. وفي 8 ليلاً هيلتقي الأهلي مع زد.